هو يعني جيل جيلنا يعني بيقول أغاني وطنية. يعني بالنسبة لي أنا في يا أبويا يا مصر لما الواحد بيحبك حب، ودي أعتقد إن الشعب كله عارفها، يعني أهيم شوقا، دي من غير مناسبات ومن غير أي حاجة. برضو الأخ هاني شاكر والأخ محمد ثروت قايلين بلدي إن كان على القلب ما فيش غيرك، وإن كان ودي بيحبوها جدا الشعب برضو. هاني ثروت له وطنيتنا ومصريتنا، وطنيتنا حماها الله حماها الله اللي لابس فيها ضابط يعني برضو دي بيحبها الشعب جدا في أغاني، مش لازم مناسبات بس. إنما المناسبات عندنا أعتقد إن حدث زي حرب أكتوبر لازم كل سنة نحييه ونحيي الناس اللي استشهدوا فيه والناس اللي ضحوا علشاننا واللي خلونا احنا لحد دلوقتي قاعدين كده مع بعض في منتهى الأمان وفي منتهى الثقة. كان لازم ان احنا كل سنة نحييهم بصوته وينسوا اللحن، لأنه ممكن يديهم لحن في الشكرا من صوته، من حلاوة صوته كان ساعات بيخدعني. ايه رايك؟ الله يخليك. دي شهادة محمد الحلو، يعني انا ما اعرفش، مش حاضر اصلا. لا يفتى وملك مدينة. ثواني تفكر لنا بحاجة تسمعها لنا.